وطن دكتور شوقي السيد المحامي طبعا بالنقد والفقيه القانوني والدستوري. دكتور شوقي مساء الخير. يعني اذا لازم هيغيروا القانون علشان ينفع يعملوا احزاب والناس تنضم من هنا تروح هنا ويعملوا اندماجات والحاجات دي كلها، فمحتاجين يغيروا قانون مجلس النواب. يعني كيف ترى ذلك؟ لا، هو مش كافي انه يغير الماده 6 في قانون مجلس النواب، لانه في الماده 6 وفي كمان الماده 386 من اللائحه اللي هي صادره بقانون بتكلم صراحه اذا تغيرت صفه العضو الحزبيه او المستقله يبقى تسقط العضويه، وبالتالي يبقى تغيير القانون واللائحه لهذا الغرض ده ما يبقاش تشريع، يبقى تفصيل، ما ينفعش. وده اللي اتقال عليه الانحراف في استعمال السلطه التشريعيه، بعمل كده علشان حاجه، عشان غرض معين، وده ما ينفعش. انما الاهم من هذا هو الماده 110 من الدستور. ماده 110 من الدستور صريحه، وده كان تعبير غاضب من الدستور عن الحياه السياسيه السابقه، انه ازاي يدخل واحد مستقل وبعد كده ينضم الى الحزب الغالب او حزب الحكومه وقتئذ. الدستور كان واضح وصريح جدا، قال انه اذا تغيرت الشرط، فقد شرط من شروط العضويه أو تغيرت الصفة، في هذه الحالة بتسقط العضوية. إذا أنا عندي الدستور بيتكلم، وعشان كده برضه فكرة إن الرئيس ما يبقاش حزبي. وبالتالي علينا أن نفهم فلسفة الدستور والنصوص القائمة، اللي هي طبعًا صعبة جدًا إن هي تتعدل، لأن تعديل الدستور إحنا بنقول الدستور عندنا من الدساتير الجامدة التي يعني تتعين اتخاذ إجراءات صعبة لتعديلها وتغييرها. وبالتالي يبقى أنا عندي مصطدم بالفكرة دي، ولذلك الناس اللي بتفكر في الأفكار دي قبل ما تطلقها وتشغل الناس بيها لازم تفكر تشوف فلسفه الدستور ايه. عندي نص هصطدم بالدستور، ماده 106، اذا يبقى ما ينفعش. وبعدين عندي الماده صريحه في قانون مجلس النواب واللائحه كذلك اللي صدر بالقانون، تعديلها زي ما انا بقول ده حتى لو تجاهلنا النص الدستوري اللي هيتصادم مع يعني فكره ان انا يتحول ائتلاف دعم مصر الى حزب، ده هيصطدم بالدستور وهيصطدم بالقانون. وبعدين يعني ائتلاف دعم مصر دي وثيقه سياسيه، وده ابتدعت اساسا لانه ما عنديش اغلبيه في مجلس النواب. وطبعا معروف انه حزب دعم ائتلاف دعم مصر مكون من 365 عضو، هم اساسا 7 احزاب، يعني شوف ازاي. فبالتالي يعني معالجه لفقدان الاغلبيه في مجلس النواب كانت فكره الائتلاف، وردت اللائحه ويعني ونخطط الحل الموجود. انا افضل جدا ان احنا نتكلم في تنشيط وتقويه الحال الحزبي، ده هو ده العنوان الكبير. الفكره انه البعض يرى ان تقويه الحياه السياسيه هي في دمج الاحزاب، وان ما يبقاش في 100 وحاجه حزب. يبقى بعيدا بقى دمج الاحزاب، نتكلم في دمج الاحزاب وتقويه الحزب الحياه السياسيه، مع ملاحظه استاذ رميس عشان الناس تبقى عارفه والمشاهدين يعني مشاهدينك اللي بيسمعونا دلوقتي. الحاله الحزبيه في مصر بدات من 1879 و7 احزاب نشأوا في 1908، باعتبارها هي دي احياء السنه الحزبيه. يعني لدينا تاريخ حزب طويل، علينا ان ندرس الحاله الحزبيه والحاله السياسيه في مصر، وبعدين ندرس ايضا كيف يمكن تقويه الحاله الحزبيه بشكل يديني احزاب قويه ويديني احزاب تتنافس طبعا ببرامج من ما تجيش من السلطه، تيجي من القاعده، علشان تتنافس على برامج من اجل الوصول الى السلطه بطريقه سلميه. طيب ارجو ان تبقى معي دكتور شوقي السيد، ومعايا الدكتور صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري.